السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي، نحن الآن سنقوم بشرح هذا التاب، أو عفوا هذا ولقد شرحنا هذا الخاص بالران، هذا التاب، هذا الشريط، وبعد ذلك سنقوم بشرح بعض من هذه البوتنز الموجودة في هذا الليست الغير معنون. أوكي، في البداية هذا هنا اختصارات لبعض الرموز المستخدمة، مثلا الرمز تاب التي سنعرفه مثلا في هنا if true، هنا عفوا نقول save as، last opened select folder new file.py، okay no select folder new file three.py، تغيير الاسم new file three.py، if true انظر هنا هذه المسافة الخاصة بايثون، سنقوم بشرحها في الدروس القادمة ان شاء الله، الهيكل الخاص او الستركشر الخاص ببايثون. هنا كيف هذه مثلا، عندما مثلا اذا امتسحت هذه المسافة عالية عن طريق الخطأ، هنا اضغط على هذا التاب تاب 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 وهذه الإشارات وما إلى ذلك والعديد من الإشارات، يعني اختصارات. ننتقل الآن، دعونا هنا افتر وباس، ننتقل الآن إلى العنصر المسمى بيب. بيب هذا الخاص بتثبيت الحزم، نضغط عليه سيعطينا أربع نوافذ، النافذة الأولى quick install، الثانية install، الثالثة search، الرابعة libraries، libraries الموجودة حاليا في جهازنا المثبتة. أولا ال quick install، ال quick install إعاز موجود هنا، إذا عدنا إلى الترمينال وكتبنا pip أو quick install by qt5، نضغط انتر، quick spelling، qck، تمام. عفوا quick slash install by qt5، يوجد خطأ من السبيلينج او صح، هنا مثلا ng install pip، يوجد حزمة ناقصة لدي، والquick install والايزي انستول. نعود الى البيب، هنا معنا الكويك انستول، ثبت النسخة الخفيفة، هنا الكويك انستول ثبت النسخة الخفيفة من هذه المكاتب الذي يمكن لهذا التطبيق ان يدعمها، مثلا يمكن يدعم ترانسفلو، اوبن سي في، بايثون، باي كيو تي 5، باي ان اي سي ال، سي باي سي واي باي سي، سايثون، وهذه الكي في مات بلوت وما إلى ذلك، مكاتب يمكن استخدامها. هنا معنا الانستول، الانستول مثلا عندما أقوله library name by qt5 وأقول له install get plugin disable repo get plugin، هنا يقوم بتنزيل عن طريق الواجهات، عن طريق المتجر، لكن هنا عندما اضغط على الترمينال بيب انستول، بيب انستول باي كيو تي باي كيو تي 5 انتر، يعطيني هذه الاوامر، يعني التثبيت على الترمينال، لكن هنا في البيب يثبتها بواسطة، يعني تشوفوا تفاعل زي الواجهات. اوكي،
تكتب اسم المكتبة، اسم المكتبة، بعدين تضغط انستول. السيرش لايبريز تكتب اسم المكتبة والمكاتب سواء إذا كانت من ضمن المضمنة هنا كويك انستول أو اللايبريز الموجودة هنا، اللايبريز الموجودة هنا أو اللايبريز الموجودة على الإنترنت، تضغط تكتب اسم المكتبة وبعدين تضغط سيرش وهو يبحث عليها. لازم بس إذا كنت أوفلاين بيبحث لك داخل المكتبات الحالية، إذا كنت أونلاين بيبحث لك داخل المكتبات الحالية والمكتبات الموجودة على موقع بايثون. هنا الليبراريز، الليبراريز الموجودة، المكاتب الموجودة المثبتة حاليا على جهازنا. المكاتب هنا معنا الأندرويد، أي مكتبة يوجد أمامها يوني انستول هذه المكتبة موجودة داخل التطبيق هذا مضمنة. الأندرويد، الأب تايرز، الاستيريو، الاس اي اس تي اي اس ترويد اي اس ترويد غير موجودة، غير موجودة. يمكننا تثبيتها من هنا انستول اي اس ترويد لا، لكن يجب توفر الانترنت طبعا. وهذه بقية المكاتب. مثلا هنا معنا لدينا مثلا مكتبة ال باي كيوتي، وين الباي كيوتي، باي كيوتي تيكا انتر، الكي في مثلا، مكتبة هذه خط مكتبة الكي في خاصة بالواجهة الرسومية بايثون. مكتبة الفلاسك، فايل لوك، ديستريبيوت ليبراري، كليك، اوديو ستريم، هذه المكاتب كلها موجودة التي تظهر أمامها يوني انستول هي مكتبة موجودة. اوكي. هذا الخاص بالتاب بيب. التاب شير طبعا معروف، مشاركة المشروع بأي شيء، واتساب، بأي شيء. يبقى لدينا البوست، بوست بين. البوست بين طبعا هذا يقوم برفع المشروع إلى منصة، المنصة تكون هذه المنصة مرتبطة بالتطبيق نفسه، المنصة مرتبطة بالتطبيق نفسه، يعني منصة بايثون. منصة بايثون عندما ترفع بوست بين، ترفع هذا الكود، your source code will be available on postbin.com، هذا المنصة postbin.com. يمكن أن تأخذ هذا اللينك عندما ترفع هذا الكود وتنسخ هذا اللينك وتعطيه لصديقك وهو يقوم بالدخول إلى هذا المشروع. يعني فكرتها زي رفع المشروع على منصة. يبقى لدينا السامبلز، ننظر إلى الوقت 7 دقائق، نوقف ونكمل في الدرس التالي. مع السلامة.